سفينة أمطار. لا تغلبيني بعد. ها؟ ما الأمر؟ إنه والدك ومعه آخرون. إلى أين يذهبون؟ دعنا نتبعهم. بابا، إلى أين تذهب؟ أهلا نيكوالا، سنلاحق الأخبار. السيد ألبرت الشهير حضر إلى قريتنا، هيا بنا لاستقباله. السيد ألبرت؟ ها؟ تقصدين أقوى من يطير في العالم؟ أتحضران معنا؟ طبعا. فكرة رؤية السيد ألبرت تنعشني، إنني معجبة به ولدي صورته. سيدي، سمعنا أنك طرت على علو 6000 متر، ما هو شعورك؟ الرضا، أشعر بالرضا عندما أطير والغيوم من تحتي ومن حولي. ولكن هل ستحاول 7000 متر؟ بالطبع سأحاول، نحن الطيور نعيش لنطير عاليا، ولهذا سأحاول. هل سمعت يا لونا؟ سيحاول أن يطير على علو 7000 متر. الطيور تعيش لتطير عاليا. كم هذا جميل. نعم، كم هو جميل. يا سيد ألبرت، ترى ما هي المواصفات المطلوبة للطيران عالياً؟ حسن، أولاً عليك أن تملكي قدرة خارقة لقراءة الرياح. ثانياً شعور بالفخر لأنك طير يستطيع الطيران. لونا، أنت طير أليس كذلك؟ نعم، وأستطيع أن أطير لعلو 3 أمتار فقط. 3 أمتار؟ السيد ألبرت يرتفع 6000 متر. أي يا بطريق، ما اسمك؟ اسمي لونا. لونا، أنت طير ولديك القدرة على الطيران بلا شك. لا يمكن أن أخطئ في عملي. لا عليك يا لونا، ما تحتاجينه الجرأة. والآن حاولي ثانية. حاضر. هذا لن ينجح، سأغير الطريقة. إنها تطير. تريدون أن أعلم لونا الطيران وهي بطريق؟ البطريق فعلا طير، ولكن بالنسبة للطيران الأمر صعب جدا. أرجوك يا سيد ألبرت. حسن، كما تريدون. لا لا لا، لا أستطيع. لا لا تقل هذا، سأفعل أي شيء. أرجوك علمها الطيران. أرجوك سيد ألبرت. إلى التمرين. اسمعيني جيدا، حتى تطيري عليك أن تفهمي تركيب جناحيك. اليدان هما الجناحان. الجناحان. الأصابع عملها تثبيت الجناح. تثبيت الجناح. والذنب هو الموجه. الموجه. والآن انتبهي جيدا، السرعة أهم شيء لكي ترتفعي. والآن سأطير. الآن عرفت السبب. لونا سمينة جدا، يجب عليها أن تخفف من وزنها كثيرا. التمارين. أتسمي هذا تمرينا؟ أنت تقتلها. كل هذا لكي تطير. لا تنسوا أنكم رجوتموني. نعم، ولكن تصرفوا أنتم، سأتوقف عن التمرين.
لن أطير. لا عليك يا لونا، قاومي اليأس. البطريق لا يستطيع الطيران، أفضل أن أموت. لا تكوني مجنونة، أنا لا أستطيع الطيران أيضا. ولكنك دب والدب لا يطير، لا يمكنك أن تطير. أنت على حق. وجدتها. لونا لم تنجح لأنها جربت الطيران من علو قليل، وفي العلو القليل لا يوجد ريح. إذا ارتفعت أكثر فالريح ستساعدها على الطيران بشكل أفضل. أتظن ذلك؟ لنحاول يا لونا. البطريق لا يستطيع الطيران. السيد ألبرت سيحاول الطيران 7000 متر، علينا محاولة الوصول إلى هدفنا. صحيح، سأحاول مرة أخرى. سأجهز منطاد الليلة، سأساعدك. كل شيء جاهز. لونا، لونا، لا تحاولي ذلك، نحن لا يمكن أن نطير. لا، أنت بطريق جبان، لقد صممت ولن أتراجع. أرجو أن تترك القيادة لي. بالنسبة لحساباتي، علينا أن نرمي 3 أكياس الارتفاع للعلو المطلوب. 3 أكياس، هذه وهذه. لونا، لا بد أنني قد رميت الأكياس. لونا، لونا، نحن في مأزق كبير. لونا، قلت لك لا يمكنك الطيران، ماذا أفعل؟ إذا ارتفع المنطاد عاليا ستموت من قلة الأكسجين. إنه على حق، ستموت، ستموت. ماذا سنفعل؟ ماذا؟ لونا، لونا، لقد قلت لكم أن تفعلوا ما يحلو لكم وقد فعلتم، لكن فقط لشجاعة لونا سأساعدكم. بهذه الريح سيصعد المنطاد لعلو 60 كيلومترا باتجاه الشمال الغربي. حسنا، سأذهب الآن. اطمئني، سيكون بخير، الريح معه. كيف تستنتج ذلك يا طقس؟ الريح تقول لي هذا. حقا؟ الريح تقول له هذا؟ الريح تقول له؟ ماذا سأفعل؟ مساعدة الطيور لبعضها البعض. أهلا يا بطريق. ماذا؟ بطريق يطير في الهواء. الآن سنهبط في البحيرة، ارفعي جسمك. فهم، سأفعل ذلك. ممتاز يا لونا، رائع فعلا. لقد
لقد تصرفت تلميذتي ببراعة. كون باني قد طارت في الهواء برهان بأن البطريق طير مثلنا تماماً.